حلمت يا شيخ اني تزوجت، تمام، ما شاء الله. ولا شفت زوجتي في الشوف الشرعية، لكن في ليلة الزواج لما حضرت الزواج وشفت زوجتي شينة إلى أبعد درجة، تمام. فرجعت للبيت، هذا بعد الزواج، رجعت للبيت ورحت لأمي وزعلت، زي ما تقول إني تهاوشت مع البيت كامل، إنه ليش تزوجوني البنت ذي، وليه أنا وش سويت، وليش البنت ذي شينة، يعني ما في حل البنت ذي. فهذا اللي زعلني. فبعدها والله ما أتذكر وش صار في الحلم. أنت موظف؟ ها؟ لا والله إني عاطل. ما توظفت نهائي؟ عاطل عاطل. ما توظفت نهائي؟ لا والله ما إلا توظفت، بس إلا توظفت في شركة مطعم. طيب. وقبلها كنت اشتغلت حارس أمن، لكن يوم واحد وفصلت. الشركة وعدت فيها وعود حسنة، ولما جيت على أرض الواقع شفت فيها ما فيها. أي والله، الشركة اللي أنا كنت شغال فيها في البداية كنت أفكر إن العمل فيها سهل، لكن بعد ما اشتغلت فيها صرت أخذ وقت طويل في العمل، وكان ينقص راتبي بسبب العجوزات، لأني أختفي الحساب ويخصمون من راتبي، تقريبا يخصمون من راتبي حدود 500 ريال هذا شهريا. يعني هذه البنت الشينة هاجل، الوظيفة السابقة هذه، أني كنت موظف و... أيوة، أنه مو بعاجبتك. أنا تراني تركت العمل تقريبا لي سنة، اشتغلت في الشركة سنة. طيب. أها زين أنها طلعت الوظيفة. لا لا. لو أن صدقين بنت كان يشين حظي. الله يقوم حظك ويرزقك. الله يجزاك خير ويرحم والديك ويكثر من أمثالك. الله يحفظك ويوفقك. اللهم آمين. مع السلامة.